ماهوش الفريق اللي يدير 700 كيلومتر في ان ديبلاسمون شاك سومان يمشي في الكار. دموع هاره غاليه، دموع تاع الناس اللي تبكي على فريق البيض وعلى ضحايا تاع فريق البيض. انا لله وانا اليه راجعون. هذا الشباب اللي فرحونا وعطاوا جابوا البهجه والفرحه ماهوش للبيض، ذي الولايه البيض والمنطقه كامله، هذو فرحونا وما شفنا منهم غير خير، ولا ولادنا ولا ولاد البيض هذا، فهمت؟ الله يرحمهم، الله يوسع عليهم ان شاء الله، ويلي يخنوك ونعاونوا والجماهير تاع الشباب ولادنا هذو يكثر خيرهم، فانهم راهم واقفين ونينا ماذا بينا ماذا بينا يشوفوا فينا، ماهوش فهمت ماهوش الفريق اللي يدير 700 كيلومتر في ان ديبلاسمون شاك سومان يمشي في الكار، فريق تاع الناسيونال اون والفريق اللي مكلاسي كاتريام. العام اللي فات لعبنا على البوديوم، ما عندناش امكانيات، لعبنا على البوديوم نمشيو الكار، لعبنا على البوديوم وجاونا اصحاب الطياره يمشوا ويجوا اصحاب الطياره وربحناهم هنا ولهي. سون توس دي جالجيريان، رانا كل جزائريين وكل لازم الفريق هذا تشوف فيه الدوله. تعازينا الحاره لاسر الضحايا المساكين هذو اللي ماتوا، ونشكر كل اللي عزانا من الولايات، كل الجماهير تاع الانديه تاع اللي عزاتنا نشكر راهم مشكورين، واللي ضامنوا معانا نشكرهم. نقدم تعازينا الخالصه الى نادي مولوديه البيض، اداره مولوديه البيض، والى انصار الاوفياء للمولوديه، والى ابنائنا واولاد ولايه البيض. نقول انا لله وانا اليه راجعون، هذا قضاء الله وقدره. انا لله وانا اليه راجعون. قدم تعازيه باسم الخاص وباسم كل مناصرين لولايه البيض وسكان ولايه البيض، تعازي الى عائله الضحايا بوزيان الله يرحمه وخال ذائقة الموت. مصاب جلل، سكان مدينة البيض أمضوا ليلة بيضاء مع أنها كانت أطول ليلة في السنة، هي 21، فوتناها على بالك حيين. مصاب جلل، كل عائلة سكان البيض راهم في حالة حيرة من أمرهم، شكون اللي عزي شكون؟ احنا نعزو بالدرجه الاولى نعزو عائلات الضحايا، ثانيا نعزو كل اللي محبين وكل سكان مدينه البيض، وكي نحوسوا على الاسباب. دموع هاره غاليه، دموع تاع الناس اللي تبكي على فريق البيض وعلى ضحايا تاع فريق البيض. احنا المشكل انه ما كانش عداله، ما كانش عداله، كي يروحوا ارواح نقعدوا نحوسوا على الاسباب اللي ادت الى الحوادث. حنا كاين ما كانش عداله، فريق عنده 60 شركه، 60 شركه الله يزيدهم، وفريق عادي راعي الدراهم البلديه، الاعانات تاع البلديه والصندوق الولائي. حنايا هذه الامور حنا لو كان جات عندنا في التسيير عداله من ناحيه التسيير المالي، حنا كانوا يمشوا ولادنا بالطياره ما يتلقوش حادث، على خاطر درجه الحراره هاد الايامات العام والخاص راه يعرف باللي راه الجليد وراه البرد، راه تحت الصفر، درجه تحت الصفر، يديبلاصوا في الليل باش يمشوا يخبطوا، ما كانش مسافه قصيره اقل من 700 كيلو. دائما على بالك عندنا ديبلاسمون. فريق عريق من 36، واش نقولوا؟ حنا نطلبوا التفاته من رئيس الجمهوريه باش يفرض، باش تكون عداله في تقسيم هذه الشركات، باش ولادنا ما يزيدوش يموتوا، والطرق تاع البيض من كل الجهات، من كل الجهات راه تحصد الارواح. من الاسبوع الماضي ثلاثه مع الوفد الرئيس الوفد الرسمي تاع الوالي، واليوم فريق كامل تقلب، يا ربي جابها في الصواب الحمد لله، ما كانوش ضحايا ياسر. نترحموا على كل الموتى تاعنا، على سي على اخونا ابو زياني زكريا، وعلى سي مفتاح خالد اللي لقاو حتفهم ايام ليله البارحه اثر الحادث مرور اللي تعرضت له حافله مولوديه البيض. ونعظموا الاجر لكل جمهور رياضي لمولوديه البيض وكل جمهور رياضي في عبر الوطن على هذه الفاجعه اللي حلت بفريق مولوديه البيض. وفريق مولوديه البيض هذا الفريق اللي تاسس في 1936، وقدر الله ما شاء فعل، خلق هذا الحادث لم يكن في الحسبان، وربي يرحمهم. هذو الناس نشهدوا لهم بالخير، هذا كي مساعد مدرب، كي الحارس المرمى، نشهدوا لهم بالخير، والمصابين ربي يشافيهم. ونشكروا كاع الناس اللي واساتنا والناس اللي وقفت، وهذه هي هذه شيء من الرجال هذه.
الحمد لله لا معبود بحق سواه ولا يحمد على مكروه معاداه، اختص بالبقاء وختم على خلقه بالموت والفناء. وأصلي وأسلم على رسول الله سيدي من صبر في البلاء ورضي بالقضاء وآل بيته الأتقياء وأصحابه الفضلاء. أما بعد، فقد عز الجليل جل جلاله كل الخلائق فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ببالغ من حزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأبناء والإخوة الأعزاء، عظام لدية البيض تغمدهم الله برحمته وأسفلهم فسيح جنانه، وألام أهليهم أهلهم وذويهم بل كافة ساكنة هذه البلدة الصبر والسلوان بمنه وكرمه. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين.